حابين نعرف من حضرتك يا دكتور الأسباب اللي بنلجأ ليها لزراعة الكلى ونسبة نجاح العملية والتحضيرات اللي ما قبل العملية. الإنسان بيلجأ لعملية زراعة الكلى لما بصير عنده فشل كلوي تام، أو نحن بنسميه المرحلة الخامسة من الفشل الكلوي. يكون عنده يعني علاجين، العلاج الأول اللي هو غسيل الكلى أو اللي هو الدموي أو البروتين أو زراعة الكلى. هلا زراعة الكلى هو الحل الأمثل للمريض اللي وصل للفشل الكلوي، لكن بيحتاج إنه يكون هناك في متبرع، وخاصة في منطقتنا احنا هون المتبرع الحي هو القريب الحي اللي متوافق عليه قانونيا إلى حد ما. هلا إذا المريض المتبرع استوفى كل الشروط الرئيسية، مثل إنه يكون عنده الصحة العامة، كليتين سليمان، نتأكد إنه إذا تبرع بهاي الكلية ما يتأثر في المستقبل، إذا هذا جزء رئيسي في عملية التقييم. اثنين، بصير في تقييم للتطابق، تطابق الدم، تطابق الأنسجة، عدم وجود أجسام مضادة رئيسية تؤثر أو بتسبب في رف الكلية. طبعاً إذا كمان توافقت هاي الأمور نلجأ كمان للجزء الأخير اللي هو الإثيكال كوميتي، إنه نتأكد إنه هناك ما في عملية بيع أو شراء لهذه الكلية. هل إذا الأمور كلها توافقت، الأمور الصحية والأمور الأخلاقية، إذا بنلجأ إلى عملية زراعة الكلى. المريض طبعاً بيدخل المستشفى، تم تحضيره بإعطائه أدوية مهبط للمناعة حتى يقوم باستقبال هاي الكلية. بالعادة بتعتمد نجاح الكلية على وجود الأجسام المضادة ونسبة التطابق. كل ما كان التطابق أكثر كل ما كان نسبة النجاح أفضل. بقعد المريض تقريباً أسبوع بالمستشفى، المتبرع بخرج يمكن ثالث يوم، وبعدين نسبة النجاح دائما بتكون إن شاء الله جيدة، قد تصل إلى 95% نسبة نجاح العملية.